بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم لا تعلمون هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد آيات الصيام، فيها دلالة على أن ما أوجب الله جل وعلا من الصيام يجب أن يتنزه المرء عن الحرام، فلا يأكل الحرام ولا يستعمله، لأنه حري به. إذا استعمل الحرام مع الصيام فإنه حري ألا يقبل منه، والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا خطابا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، لأمة محمد كلهم، الصغار والكبار والمسؤولين والعاديين: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالمرء إذا أكل مال أخيه كأنه أكل ماله، كما قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، لأن المرء إذا قتل أخاه كأنما قتل نفسه، فحري به أن يبتعد عن هذا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني تأكل مال أخيك بالباطل، وأكل المال بالباطل حرام، سواء كان غصبا أو سرقة أو خيانة أو غشا أو غير ذلك من الأمور التي قد لا يعلم عنها صاحب المال، أو كان بعلمه واطلاعه لكنه شيء محرم، كان أكل ماله بالربا، أكل ماله بتصرف غير صحيح وإن كان برضاه. فالمال لا يحل برضا صاحبه ما دام التصرف حراماً كالربا وغيره. ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، والباطل هو المحرم الذي لا يجوز، والباطل هو الشيطان، والباطل كل ما لا يجوز للمسلم أن يأخذ به. وتدلوا بها إلى الحكام، كذلك لا يجوز لكم أن تدلوا بأموالكم إلى الحكام، تعطوهم من أموالكم ليحكموا لكم بغير الحق، يحكمون لكم بموجب الرشوة التي تدفعونها أنتم لهم. ولا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. إذا أدليت على الحاكم بحجة كاذبة وأنت قد أعطيته مالا رشوة، فإنه سيحكم لك ويكون المال الذي تأخذه حرام عليك ولا يجوز لك،
حتى وإن حكم به الحاكم. وفي هذا دلالة على أن حكم الحاكم لا يغير الحقيقة ولا يغير الصحيح، فلو حكم الحاكم على شخص بدراهم لا تجب عليه أو نفى عنه لم يثبت له حقه لدى زيد وهو ثابت، فإنه حرام عليه ويسأل عن ذلك يوم القيامة، والله جل وعلا يتولى الحكم بينهم يوم القيامة على الواقع والصحيح. فمثلا إذا ادعيت على شخص بدراهم وكنت أقرضته إياها لكنه جحدها ونفاها وحلف، لم يكن عندك بينة وثقت به ولم يكن عندك بينة، فطلب منه القاضي اليمين وحلف، فإن حكم الحاكم لا يغير الحق، بل الأمر على ما كان عليه، ويأتي الخصومة تعاد يوم القيامة بين المدعي والمدعى عليه. وكما قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. لا يجوز لك أن تدفع الرشوة لأحد حتى وإن حكم لك الحاكم بموجب ما تدعي، فلا يجوز لك ذلك، لأن الحكم لا يغير الحقيقة. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم بالباطل والمحرم، فلا يحل الحرام بحكم الحاكم وأنتم تعلمون. يعني إذا حكم لك الحاكم بشيء وأنت تعلم أنه ليس لك فلا يحل لك أن تأخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. وسبب نزول هذه الآية أنها كانت قضية حصلت بين امرئ القيس الكندي وعبد العبيد وعيدان بن الأشبع الحضرمي، بين قيس كندي وحضرمي، بين كندي وحضرمي دعوا تنازعوا في أرض ما، فقال الكندي: هي أرضي. وقال القيس وقال امرئ القيس: هي أرضي. فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فقال امرئ القيس: هي لك يا أخي. قال ذاك: لا، أنا أتنازل عنها. فحكم امرئ القيس الكندي في الأرض، فإن أخذها أخذها وإن تركها تركها، لأنهم أرعوا بقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. خاف الرجل من اليمين، ولهذا قال العلماء: إذا أراد المدعى عليه أن يحلف على إنكاره فيعظه الحاكم، فإن أصر على اليمين فلا بأس، وإن ارعوى واتعظ وترك اليمين ولم يحلف وأعطى الحق صاحبه فذلك خير له. ولما توجهت اليمين على عثمان رضي الله عنه في قضية ما،
بينه وبين واحد آخر من الصحابة رضي الله عنهم، قال القاضي لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: أتحلف على ما تقول؟ قال: لا. قيل: ولما؟ قال: لا يصادف قضاء وقدرا فيقال بيمين عثمان هي له. وتركها رضي الله عنه وهو يعلم أنه ليس فيها حق له. وهكذا كان السلف الصالح رحمة الله عليهم، أحدهم توجهت عليه اليمين ب45,000 درهم ولم يكن عنده هذا المبلغ، فأبى أن يحلف فغرمها، دفعها للمدعي. ثم توجهت عليه اليمين ب2 درهم فحلف وبقيت الدرهمان له. فقيل له: يرحمك الله، أبيت أن تحلف على 45,000 ودخلت السجن من أجل ذلك؟ لأجل التسديد ما عنده شيء، وحلفت على 2 درهم، لم تحلف على تلك المبلغ الكبير؟ قال: حلفت على 2 درهم لأني أعرف أنها إن دخلت عليه فإنها تضره لا تحل له، فأنا أردت إنقاذه من الحرام. وأما 45,000 قيمة السمن فأنا ما أدري، ما عندي يقين أنه سقطت في الفارة قبل أشريها وبعدما اشتريته رضي الله عنه. وهكذا كان سلفنا الصالح يتورعون عن اليمين إلا ما تيقنوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: على مثل هذا أودع، يعني على مثل هذا، وأشار إلى الشمس، أودع يعني لا تحلف إلا على شيء مثل الشمس يقينا عندك. فليحذر المسلم اليمين الكاذبة، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. إن حلف على عود مسواك وهو يعلم أنه ليس له فالويل له يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: يبعد عنا المسجد الذي تقام فيه الجماعة 400 متر، فهل يجوز لنا أن ننصب خيمة ونؤدي فيها الصلوات الخمس والتراويح؟ نعم يا أخي، يجوز. إذا شق عليكم الوصول إلى المسجد فلا بأس أن تنصبوا شيئا تصلون فيه، المهم أن تصلوا جماعة، المهم أن الجماعة لا تسقط عنكم، وإنما عليكم أن ترفقوا بجماعتكم الذين حولكم، لا تسوقوهم إلى المسجد البعيد، فاجعلوا لهم مسجدا قريبا. يقول السائل: هل البسملة والتكبير عند سمع أو عند مسح الركن اليماني وتقبيل الحجر والإشارة تكون في كل الأشواط أو في الأول والأخرى والأخرى التكبير فقط؟ وهل يكبر في الشوط السابع أو يذهب أو يكبر؟ وهل الساق الصدر بالملتزم يكون بعد الحج والعمرة أو الطواف أو لا يلزم ذلك؟ أما التكبير والاستلام فهو مشروع في كل شوط، كان عليه الصلاة والسلام كلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله أو أشار إليه، وكذا الركن اليماني، فإذا لم يتيسر التقبيل
فلا بأس أن يشير إليه ويسير. وعند الشوط السابع كذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان كلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله، والطائف يحاذي الحجر الأسود 8 مرات عند البدء وعند النهاية والستة الباقية في الوسط، وهكذا. هذا إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر فلا بأس عليه.